التواصل يا الحبل الكريم مستمر بحضراتكم في استمتاع هذا اللقاء الجميل الذي يجمعنا بكم هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان دستور لسباقات الهجن في المرموم، بينما تنطلق إشارة البدء لثاني الأشواط في هذا الصباح والمخصص للجعادين الحقائق من هذه المسافة 3 كيلومترات. أشواطنا 20 شوط، 10 أشواط للحقائق و10 أشواط للقاية في هذا اليوم. مشاهدينا الكرام والتوفيق نتمنى لكل الأخوة المشاركين ولكل المستعدين لهذا الموسم بكل السلالات القوية الأصيلة، بينما نسير لنبحر في ثاني الأشواط ونتقدم مع وجود والم محمد بن هلال بن سالم بالعرطي الحميري من يحتل البداية ويسير نحو مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني هذا اللي واصل الآن شمعدان محمد بن عيد بالكوس يحتل المركز الثاني والمركز الثالث، المركز الثالث هذا هو اللي وصل الآن خوف أحمد بن سعيد بن منان، ماركة يمتلكها سعيد بن منانة أكيد يقدم معها الكثير من الإنجازات واللمسات الفنية الرائعة، لكن هناك تدخل على المركز الثالث من خلال تواجد اللي يحتل المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء، والمركز الخامس من الجانب الآخر، المركز الخامس هناك الجانب الآخر يحدد لنا مصيره وانطلاقته، هو الآن يسير سراب حمدان بن مطر بن سالم بالعرطي الحميري يحتل المركز الخامس، هذه الخمس المراكز الأولى المنطلقة وبحث أكيد عن ناموس مميز ينكتب له في ميادينه وفي سجلاته الذهبية والمميزة في هذا الموسم. عودة إلى البداية وعودة لك يا بالعرطي، يا سلام، يصل إلى البداية ومن البداية هو يتقدم رأس المجموعة، ما شاء الله، هذا هو والم للشوط، والم للناموس والتحدي، محمد بن هلال بالعرطي الحميري يحتل المركز الأول ومسيطرا، هذه السيطرة الواضحة والفعالة يا أبو محمد. عموما على كل حال يصير إلى المركز الثاني، هذا شعار الدرع يواصل، عبيد بن خليفة بالسيود الدرعي يحتل المركز الثاني ليقدم لنا الضغط في قوة ضغط واندفاع والم في هذا الشوط، بينما المركز الثالث بن منانة يقدم لنا خوف أحمد بن سعيد من منانة يتقدم يحتل المركز الثالث والمركز الرابع في هذه اللحظات، وصول بقبص وغان علي بن يمعة بن خميس الغويص يحتل المركز الرابع والمركز الخامس هناك من شعار بالكوس في المركز الخامس، هذه النتيجة، ولكن وين نحن، وين النتيجة، وين بعد ما عدينا للخمس نعود إلى والم، ولكن خلاص طار بالتحدي وطار بالناموس وابعد وأقلع المسار عن الجميع، ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء المميز، الأداء الجميل اللي تقدم من خلاله بقوته وأداء المثير، ما شاء الله تبارك الله، والم على صدارة الشوط بدون منافس على الإطلاق، أعتقد أنه بيروح مع التيم الله، وبيغادر إن شاء الله، بيغادر بالناموس الكبير. ها هو مشاهد الأعزاء والم محمد بن هلال بن سالم بالعرطي يحتل المركز الأول ومسيطر، سيطرة واضحة وفعالة على ناموس هذا الشوط بدون منافس على الإطلاق، خلى الجميع في رقعة، ما شاء الله تبارك الله، هذا هو الأداء ولا فلا، ها هو التحدي ولا فلا، بالفعل يسير وينطلق ويبحر في ناموس التحدي في هذا الصباح. سلام يا أهل المرموم، سلام على هذا الأداء الجميل والمميز عندك يا بن العرطي، على الفوز والانتصار الجميل المميز بدون منافس على الإطلاق. من البداية عندما قام الستارت قام وراح معه، رحل مع الناموس، وأكيد أنه بيرحل مع النواميس في هذا الموسم، تحياتنا وتهانينا لك على الفوز والانتصار محمد بن سالم بالهلال، أو محمد بن هلال بن سالم بالعرطي الحميري من احتل المركز الأول بلا منافس ولا منازع على هذا الانتصار. المركز الثاني ياتي في علي بن يمعة بن خميس الغويص قدم لنا صغان، المركز الثالث الاسد راشد بن سلطان بن مرخان، والمركز الرابع يصل مشاهدي الاعزاء عبيد بن سيود الدرعي، وخامسا يصل الذكي لصالح بن خادم الزرعي مشاهدينا الاعزاء.